الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقات التي نقيمها في الأسواق هي من سنن الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يتحرون مجامع الناس، يدعون فيها إلى الله عز وجل، يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، ويبينون لهم دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر هو أعظم الأمور التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى العباد. ولذلك الناس يا أخواننا، الناس لابد لهم من تذكرة، لابد لهم من تذكرة، ولابد لهم من بيان حقيقة الدين، لابد يبين لهم الدين، ولابد أن يعرف الإنسان الحكمة التي من أجله خلقه الله. لأنه كثير من الناس بسبب ما في الدنيا من غفلة ومن غيرها من الأمور نسي الغاية التي من أجلها خلق لها، وهي عبادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، والعبادة معناها التوحيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبد براه، والكلام ده بتلقى عليه كثير جدا أو غالب آيات القرآن بتتكلم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وربنا سبحانه وتعالى قال: ألا لله الدين الخالص. فلا تسمى العبادة عبادة إلا بالدين الخالص. وإذا لم يخلص الإنسان التوحيد لله عز وجل لا يسمى عابدا لله. عشان كده ربنا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فلا تسمى العبادة عبادة إلا إذا خلت من الشرك. طيب الشرك ده شنو؟ الشرك إنه حاجة حقت ربنا سبحانه وتعالى تديها لمخلوق تاني، ده شرك. حاجة حقت الله تديها لمخلوق تاني، زي شنو؟ زي الدعاء عبادة حقت الله، زي التوكل عبادة حقت الله، زي الصلاة عبادة حقت الله، زي الذبح سواء كان في يوم الضحية ولا كان عندك عزومة ساكت ولا غيره من الأمور، دار تضبح ضبح مباح، دار تشكر الله على نعمة اداك ليها، هذه عبادة. فهمت؟ لما تجي تضبحها وتسمي على دي عبادة، تقول بسم الله والله أكبر، دي عبادة لله. إذا ذبحت لغير الله أنت أشركت مع الله، كويس؟ قلبك يكون معلق بالله. فهمت؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى النفع والضر وأن يصلح لك جميع شؤونك وأمورك، ده برضو من العبادات. ربنا سبحانه وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. عرفت؟ فلابد تتوكل على الله. ربنا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني المؤمن بيتوكل على الله. ولما موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل أن يدخلوا القرية وأن يجاهدوا في سبيل الله، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين أنعم الله من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
فهمت؟ بعد الآيات دي والأدلة تلقى بعض الناس بعضهم ما عارف وبعضهم بيلعبوا عليه مجموعة من التجانية والسمانية والصوفية، يقول له طبعا لو عندك مصيبة عندنا لك حجاب، تعلق الحجاب وتلبس الحجاب، والحجاب ده لو ما عندك زباين بيجيب الزباين. الحجاب يا زول انت الحجاب بتاعك ده دعاية بتاع الشركة الزين، يجيب الزباين، فهمت؟ او لو عندك مشكلة انت زول بتاع مشاكل، فهمت؟ تمشي للشيخ يكتب لك حجاب بتاع بنية او بتاع سكين بتاع كده، لغاية ما واحد قال يا بقبة اللبنية اكتب لي حجاب من راس الى كرعية. يا زول ده حجاب بتاع شنو ده؟ فالناس بقت الا من رحم الله عندها عقائد، وفي ناس بيجيبوا لك الصور بتاعت الشيوخ، وده نفس الشغل بتاع الاصنام. انت قال زمان الاصنام دي شنو؟ الاصنام دي عبارة عن صور بتاع الصالحين، لكن طبعا زمان المشركين ما كان عندهم كاميرات. ابو جهل كان عنده جلاكسي؟ ما عنده، كان عنده شنو؟ كان عنده الفرار والحجار، بيقوم بيعمل لك شكل ظريف جدا. هنا الليله الناس عندهم صور، فهمت؟ يجيبوا لك ابوك الشيخ غرقان في مويه، واحد تلقاه لابس له عراقي، فهمت؟ نص كرش برا وكده، يقول لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويقوم يرصهم لك ورا في الدكان ورا الصلصه. يا زول انت دار تظبط الحله ولا شنو؟ الفكيد ده جايبه ليه؟ يا ناس الناس بتلعب ساكت والله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة أو من علق تميمة فقد أشرك. ده حديث، انت عارف الحديث ده عنده قصة. النبي عليه الصلاة والسلام جو 9 أو 10 رهط، يعني 10 أنفار دارين يدخلوا في الإسلام. شوف الكلام ده كيف قال، فلما دخلوا عليه بايع 9 وأمسك عن 1، 9 كلهم بايعهم ودخلوا في الإسلام، إلا رجل واحد أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على الإسلام. ليه؟ لأن الإسلام معناه أن يعلق القلب بالله وحده لا شريك له. فقيل له يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، يعني ليه ده خليته؟ قال إن عليه تميمة. قال الزول ده لابس تميمة. ما هي التميمة؟ العلماء قالوا التميمة هي شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، يقول لك عشان ما يدوا عين، وتلقى الولد الله يكرمك ريال تصايلة ومخاته، يقول لك ده بيدوا عين. ده بيدوا عين من التبليد ولا شنو؟ ده لا تطق قرش يا زول. تجي تقول له بيدوا عين ويلعبوا ساكت، مجموعة من الناس تلقاهم يلعبوا ويقول لك دي حراسات، دول شفع. الشافع مما يلدوه قبل ما يدوا القشر بتاعه يمرق، تلقاه ربطوا لك فوقه ورقة، يقول لك يا سلام. طبعا ده انا جايبه اداني له ابوي الشيخ ابو قرقاب، وقال لي كده ولدك ده ما بزول بدي وعين. يا زول ما بزول بدي وعين، الله يديك، حصنه بالاذكار الشرعيه. الاذكار الشرعيه اعيذك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بصورتي الفلق والناس، وبقولي اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. لكن لو جيت ركبت الفكيزاته، الزول لو داري يدي وعين بدي وعين، فهمت؟ لو ركبت الفكيزاته شاكدة ده أتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عليه تميمة، لغاية ما أدخل يده فقطعها، لأنه ده داير الخير. عشان كده لو عندك تميمة أقطعها ما بتنفع، ولو واثق منا نمشي أقرب قسم هنا نشيل إذن، نقوم نجري فيك موس، بس موس ولا دبوس، الله يكتب فيك معادلة كيميائية في وشك. والله جد انت قايلة بتنفع؟ ما بتنفع. الحجبات والتمايم كلها لعب ساكت، والله ما بتمشي، ما بتعمل لك. عندنا واحد من اخواننا في الحاج يوسف، جاء واحد قال له والله اشتريت لي حجاب ب5 مليون، فهمت؟ الطلقه ما بتمش فيه، قال لي جيبه، داك قوات نظاميه، قال بسم الله طقطقوا له كله، قال لك كده امشي يمكن يكون الشيخ نساله اسم ما كتبه من الاسماء بتاعت الشياطين. انت قال فيها شنو جوا؟ الحجبات دي جوا فيها شنو؟ جوا بتلقى فيها اسماء بتاع الشياطين، كما قال عبد المحمود نور الدايم ده بتاع السمانية في كتابه أزاهير الرياض، قال ويكتب لمن به حمى هذه الأسماء. يعني أنت لو عندك حمى يقوموا يكتبوا لك أسماء: شقش، شقموش، نموشلخ، راعي المنخ، العجل، الساعة 2 كده الحمى قال بتروح. يا دود دي الحمى ذاتها. وفي شباب بتلقاهم لابسين لهم حاجة كده زي الدابي ذهبية،
يقول لك ده من الرطوبة، وانت وقت عمرك 20 سنة وعندك رطوبة تاني لابسة ليزاته، فهمت؟ فلعب دي كلها يا اخواننا عقائد، دي مخالفات في العقيدة. بيجوا علماء الضلال بيجي يقول لك طبعا دي ما فيها حاجة، الحجبات إذا كانت من القرآن يقول لك الفكية قالوا ما فيها شيء، وده طبعا كله من اللعب والتلبيس على الناس. ما يقدر معنا كويس. فما في حاجة يا أخواننا اسمها إنه حجبات بتحرسك أو كذا، إنما الذي يحفظك هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. تعلم عليها كما قال الله عز وجل إن كل نفس لما عليها حافظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعلم الناس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس أنه يقول كلمات عند الفزع، يقول بسم الله أعوذ بكلمات الله من غضبه وعقابه ومن شر عباده، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. فدي كانت الاستعاذات النبوية. أما ما يفعل الآن بقول يا أخواننا من اللعب والضلال. ناس يجي يقول لك الحجبات لو من الغرام ما فيها شيء، زي ما بيجوا التجانية وغيرهم، وجو المرة الفاتت قالوا دارين مناظرة هنا. نحن طبعا وريناهم قلنا لهم ما عندنا مشكلة في المناظرة، لكن المناظرة تكون في مسجد، لأنه ممنوعة سلطات مانعة إنه يكون في مناظرة في الطرقات أو في الشوارع عشان ما تعمل شغب ولا شوشة، تكون جوا المسجد، جوا المسجد بتاع التجانية. فهم قالوا حيمشوا يصدقوا يدونا التلفون، فهمت؟ ونحن ان شاء الله دي جزء من الكتب، في كتب برضو قاعدة جايبينها للمناظرة، فما في مشكلة، فهمت؟ وبناظرك في مسائلك دي كلها. والغريبة انه بناظر في مسائل ابو جهل ما كان بغالط فوقها، والله المسائل اللي قالوا دارين يناظروا فوقها ابو جهل ما بناظر فوقها. المسألة الاولى قالوا انه غير الله بيخلق، والله ده الصوفية دارين يناظروا في المسألة دي، غير ربنا سبحانه وتعالى قال بيخلق. الكلام ده ابو جهل ما بيعتقده، ربنا سبحانه وتعالى قال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ربنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، البيخلق وهو الله كمن لا يخلق من العباد. وربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفتخذتم من دوني أولياء، ده القرآن قال أولياء ده لنحنا. ربنا قال قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فهمت؟ عشان كده ربنا قال هنا في الآية دي أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. بإجماع المفسرين معنى الآية إنه هل لقيت لك حاجة خلقها الله وحاجة خلقوها الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى فتشابها عليك؟ حصل لاقتك جدادة بس خلقها واحد من الأولياء، وجدادة خالقها الله، كنت بقيت ما أعرف، تقول يا الله ناكل يا تفل حقت الله ولا حقت الشيخ، حصلت ما في، ده معنى الآية. طيب إذا هو ما خلق مع الله أنت بتناديه ليه؟ الكتب دي ملانة كلام زي ده، ملانة إنه الأولياء بيخلقوا مع الله، كما في كتاب ليك سلام مني لعبد الرحيم البرعي، كتاب مطبوع، وهذه الكتب عند واحد مطبوع في دار سك العملة، هل بيطبعوا البقرة بتاعتك؟ عشان كده يوم البقرة ماشية ناقصة، فهمت؟ لأنه بيطبعوا فيها الشرك والهوس زي ده. قال مصطفى عركينة مع ود علي المكروم وتت الفلاتي القلب العود مفهوم. طبعا يا اخواننا نحن ما عندنا مشكلة مع قبيلة، ممكن تكون ولي من اي قبيلة ما في اشكال، هذا الصوفية. طبعا الصوفية انت لو خاش التجانية ما بتبقى ولي وما بتمسك السجادة الا تبقى من سلالة الشيخ احمد التجاني، لو تبع السمانية الا تبقى تبع الشيخ احمد الطيب البشير او تبع البرعي،
لو ختمي الا تكون تبع الجماعه سي دي وسي دي رايتر والجماعه ديرك حتى بعد ذاك تبقى. اما لو بقيت يقول لك يا سلام انت المقدم، احسن حاجه تحصلها المقدم. المقدم ده بس يراغب التراويش في ذكر، وانه صاته العصيده ولا لسه تاخرت والحوليه بتاعتنا بتضيع وكده، تكون مسكين ساكت لا في صينيه. ولذلك قال وكان الشيخ تت رحمه الله جليلا في عالم الاسرار، ومن كراماته ان امراه من نسائه طلبت منه يوما ان يشتري لها خادما تخدمه. الزمن ذاك كان الخدم يشتروه من السوق، تمشي تشتري وتجي تخدمك بقروشك. فلو كان مشى السوق ومشى اشترى لازم ما كان في زوسار. قال فلما ألحت عليه في ذلك أخذ فاسا وثوبا، شال له فاس ومعه ثوب. قال ثم ذهب بي إلى شجر هناك حل بعرفه هو. قال فأمرني أن أقطع عودا على قدر قامة الإنسان. قال له تقطع عليه عود فرع من الشجرة قدر قامة الإنسان، يعني طول البني آدم. قال ثم أمرني أن أغطي العود بالثوب بحيث أكون ساترا به، يعني قال لي تغطي العود ده بالثوب. قال وان اتنحى منه بحيث ان اكون قريبا منه، لكن قال لي زح شويه بس خليك قريب لكن ما تزح بعيد. قال ثم اخذ سبحته، الكلام ده نقل القرعي وده ولي سماني تبعه، فهمت؟ وده يناقض القران كلام ربنا سبحانه وتعالى. قال فاخذ سبحته وجعل يذكر الله بهمه عاليه. قال فتحرك العود. تخيل انت عود قدامك مغطينه بتوب فرع شجرة، وداك شال السبحة، بعد شوية العود بدأ يتحرك، وش انت المفروض تتحرك؟ قال بعد شوية قال الشيخ يا بخيتة يا بخيتة يا بخيتة. قال فقال العود ذاته، فقال نعم سيدي. قال نعم يا سيدي. العود انقلب بني آدم وانقلب خادم كمان. عود القطعه عود انتهى. لا يا ده ما الشيخ قال كده اعمل له شنو انا، فهمت؟ قال فاخذتها من يدها الى زوجته فخدمتها زمانا ثم توفيت. وربنا سبحانه وتعالى اول سوره نزلت على النبي عليه الصلاه والسلام ربنا قال اقرا باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من شنو؟ من علق. البرعي والصوفيه قالوا من شجر. ربنا قال قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ من شنو يا اخوانا؟ ربنا قال من نطفة. الصوفية قالوا من شجرة خلقه فقدره. في سورة الإنسان ربنا قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من شنو؟ من نطفة ولا من شجرة؟ ربنا قال الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من شنو؟ من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيب. ربنا سبحانه وتعالى. لكن يا اخواننا دي عقائد الان بتنتشر وبتدافعوا عنها كثير من الناس، يقول لك الاولياء بيخلق. فدار الصوفيه ديل قال دارين يجي يناظروا هنا في انه الاولياء بيخلقوا. قال لك الله انت ما بليت. ابو جهل ربنا قال ابو جهل لو سالته الخلق منه يقول لك خلقني الله. ربنا سبحانه وتعالى قال ولئن سالته، انت قال ديل منو؟ ديل الصحابه؟ لا الصحابه ديل المشركين. ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. المشرك ذاته لو قلت له خلقك منه يقول لك انا خلقني الله. ده يقول لك غير الله بيخلق. عشان كده ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله. العلماء قالوا هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لما عبد الناس غيره، اراد الله عز وجل ان يبين ضعف الالهه التي شابهوها بالله تبارك وتعالى. ربنا قال ان الذين تدعون من دون الله كلهم ربنا قال لن يخلقوا ذبابا. كلهم ما بيقدروا يخلقوا ضبانه واحده ما يقدر يخلقوها. شوف عليك الضعف بتاعهم ده. الليل الواحد تلقاه بيخاف من الشيخ، مما يجي للشيخ يقوم يمرق يد عن علاته بعيد، نعلات يتعين بعيد هناك، خايف من الشيخ ولا من الفقيه، فهمت؟ يتعلى له النعلات هناك ويجيب له البياض حطه له تحت الفروه بتاعته، فهمت؟ وتلقاه بيخاف، لو انت تكلمت تلقاه بيرجف يترقب. ما لك يا زلمه؟ يقول لك ما تتكلم فيه، في شنو؟ يقول لك بيعوا حنكك، انا جبت له حنكي، انت
ما هو في مخك ما بيقدر يعمل لك حاجه، لكن بيوهموا الناس، يركبوا في الناس وهم، يخلوك تخاف من ضلك، وانك لو دار تعمل اي حاجه تخاف من الشيخ. ولذلك ربنا قال: لن يخلقوا ذبابا. الامام القرطبي قال: وقد ضرب الله لهم المثل بالذباب لحقارته ولمهانته ولكثرته ولضعفه. الضبانة ربنا ذبابا ده مفرد، يعني ضبانة واحدة، ربنا قال ما يقدروا يخلقوه. الأولياء الناس بيخافوا منهم وعندهم رايات فهمتها ومسايد فهمتها ومتابعينهم آلاف من الناس يخافوا منهم ويتبركوا بهم ويخشونهم من دون الله سبحانه وتعالى. ربنا قال لك دل ما بيقدروا يخلقوا ضبانة، كل ما يقدروا. جيب الختمية قول لهم انتوا اعملوا البطي بتاع الضبان، جيب السمانية قول لهم ركبوا لها المكنة جوا، جيب التجانية قول لهم اضربوها اللون ببرا، جيب معرف القادرية قول لهم اعملوا لها العيون، ما بيقدروا كلهم ومش اي واحد براو ولو اجتمعوا له. ربنا قال: وان يسلبهم الذباب شيئا. بعدين الضبانة دي موحدة، تقال صوفية ولا جنة؟ الضبانة دي موحدة، لانه ربنا قال: وان يسلبهم، يسلبهم يسلبهم يعني ياخذ منهم بقوة. الضبانة بتريك في اكل ابوك الشيخ، ما بتجدعك حصل. شفت ضبانة جدعت النعلات، انت مسكين بدوك الفيتريت الحمراء بملاحم ثلاثة، انت تاكل مسكين، انت اكلك والبهايم واحد، مسكين انت فهمت، وتكون كسرة مسيخة وتمشي تمشي تقول يا سلام دي الكسرة الظريفة. والضبانة بتضرب مع ابوك السمينة، ابوك الشيخ، ابوك الشيخ طبعا بيجيبوا له العتان والجماعة دي فهمت، لانه الشيخ ذاته عنده الناس طبقات، تكون تعبان زينا كده اشوف لك المبروك ما بيعرف اسمك، ده نمرة واحد. نمرة اثنين تقول يا ابو الشيخ والله انا طبعا العماد دي شوية كده الرزق تعبان وكده، ما العقيدة خربانة والمرة عيانة وكده، ابو الشيخ عليك الله ادينا حاجة كده، ادينا فاتحة عشان عادل ابو الشيخ هوب عادينا بديك لها بسيطة. لكن لما يجي واحد صوفي لكن راكب برادو، مين ما يجي من هناك اوه فلان كيف بيعرفوا باسمه. بعدك انا بقول له ابو الشيخ ادينا الفاتحه، داك ما بيعصروا البرادو دي ورا بتكون شايله حاجات كثيره، داك بقول له طبعا ضالين امين، ضالين امين فهمت، لانه ده عنده في البرادو ورا هنا عنده حاجات كثيره، وانت مسكين ساكت. ده كله ربنا قال: يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له يسلبهم لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب، الطالب هو المعبود من دون الله والمطلوب هو الذباب فهمت، ما بيقدروا يطلبوا من منه. ولذلك يا اخوان الانسان الواجب عليه ان يجعل عقيدته في الله سبحانه وتعالى. فانت بني ادم بني ادم يجي يقول لك الاولياء مع الله سبحانه وتعالى، او ان يخلق مع الله سبحانه وتعالى، هذا من اعظم الباطل ومن اعظم الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهمت؟ نمرة اثنين قال: ما في شريك في الامور. فهمت؟ بمن النقاط اللي قالوا دارين يناظروا عليها انه قالوا الامه ما فيها شيء. طيب كده تعسب بتركضوا بس طيب ده كتاب التجانية، كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية. فهمت؟ السيد الجليل ذي المجد الأثيل مين كده؟ سيدي محمد الطيب ابن سيدي محمد الحسني الشهير بالسفياني صاحب سيدي أحمد التجاني رضي الله عنهما وعنا بهما آمين. طيب هنا بيتكلم هنا في فضائل أحمد التجاني، وده كلامه ذاته، وده كتاب بتاع تجانية. لو داير الكتاب ده تمشي الجامع الكبير ام درمان شرق الجامع الكبير الكبير بتاع ام درمان البسطة، بتلقى فوق الكتب دي كلها في مكتبة اسمها دار العلوم، مكتبة بتاع الصوفية. طيب هنا بيتكلم عن الطريقة بتاعته، انه طريقة قوية جدا وانه عنده خصائص عظيمة جدا. طيب نشوف من الخصائص بتاعته صفحة 33. طيب قال: إذا جاء المنتظر، قال ومن كلامه رضي الله عنه، قام جاب له كلام، بيقوم بيقول لك الكلام رقم واحد زي الأحاديث هذه المرغمة، زي حديث كلام الشيخ.
فهمت؟ بدالك من واحد ومشى لقدام. قال صفحة 33، قال إذا جاء المنتظر يطلب من أصحابنا الفاتحة. قال المهدي المنتظر لما يجي بيطلب من التجانية يدوا الفاتحة. يا زول فهمت هنا؟ قال سببه أنه قيل له إن المنتظر يذبح طلبة العلم ويفعل كذلك بالطلبة من أصحابك فذكره. فهمت؟ والمهدي المنتظر بيصلي وراه عيسى بن مريم عليه السلام، نبي كريم بيصلي وراه، يجي يطلب الفاتحة من التجانية؟ أنت بتلعب ولا شنو؟ لسه أديك كلام كثير جدا. طيب صفحة 53، ما هو أنت عشان تخش مع الشيخ في الطريقة لازم أنه الطريقة بتاعته دي يكون فيها حاجات مميزة. يعني هسي مثلا عندك اثنين نوع من أنواع البارد، واحد يقول لك أنا بتكيف من الشامبيون، واحد بيشرب البيبسي. فهمت؟ الشغلانية دي ما كده، دي سمانية ودي تجانية. يعني اللي بيخليك تخش في الطريقة دي شنو؟ الحاجات الزي دي، عشان كده الشيخ بيذكرها لك. قال ذكر ليلة الجمعة 100 من صلاة الفاتح لما أغلق، بعد نوم الناس يكفر 400 سنة. صلاة الفاتح لما أغلق. قال واصلا صلاة الفاتح دي صلاة بدعية. أحمد التجاني قال جاءني رسول الله يقظة لا مناما، عديل كده قال ما في النوم، قال عديل. قال وأعطاني صلاة الفاتح وأخبروا إنه صلاة الفاتح قال بتعدل من القرآن 6 مرات، ده في المرة الأولى. بعدها قال وتعدل من القرآن 6000 مرة في صلاة الفاتح. طيب نشوف الكلام هنا. قال لك إذا يوم الجمعة قريت اللهم صل على نبينا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم بحق قدري ومقداري العظيم، قال كده لو قلتها 100 مرة بعد ما الناس ينوموا ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل، قال بيكفر عنك ذنوب بتاعت 400 سنة. وده يا أخواننا مطلوب منه إنه يقدم لنا دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمام مالك بالآية دي قال فما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا فلن يكون اليوم دينا. فهل كانت هذه الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ وين الدليل يا أحمد التجاني والتجانية؟ ما بتقدروا تنازل، أوعى تتورطوا زعيم. طيب قال صفحة 58، هنا بيتكلم عن الجماعة بتاعنا كويس، بيتكلم عن الطريقة التجانية. بيتكلم عن طريقته التجانية. قال طريقته التجانية دي بعديها مفروض السمانية يقلبوا تجانية، والختمية يقلبوا تجانية، فهمت؟ والقادرية يقلبوا تجانية. الكلام ده وين؟ ده كتاب الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية، الصفحة 58. الحديث بتاع التجاني رقم 102، طبعا عامل فوق الودى البخاري، فهمت؟ قال طريقنا ينسخ جميع الطرق ويبطلها. ده كلامه براء وده كلامي أنا. قال طريقنا ينسخ جميع الطرق ويبطلها، ولا يدخل طريق على طريقنا، فهمت؟ ولا يدخل طريق على طريقنا. قال وطريقنا طريق محض الفضل، يعني قال الفضل فيه كبير جدا. قال أعطاها لي التجانية، قال أعطاها لي صلى الله عليه وسلم إلي من غير واسطة، أداني لها قال النبي عليه الصلاة والسلام طوالي قال من غير واسطة يقظة لا مناما، بس طوالي من الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمد التجاني. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا وراه للصحابة، لا وراه لفاطمة ابنته رضي الله عنها، ولا لعائشة زوجته رضي الله عنها، ولا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر، ولا وراه لعمر بن الخطاب، ولا لعثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة السماء، ولا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا على غيره من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بزعم أحمد التجاني كتم هذا العلم لغاية ما وراه لأحمد التجاني. شوف اللعب ده كيف، عشان تعرف إنه أي اختراع وأي بدعة يجيب الإنسان إنما يسيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف إنه الطرق دي أساءت للإسلام كيف. ده شنو اللعب ده؟ لسه أنا جايك كلام كثير جدا، فهمت؟ صفحة 69 وكله كذب ساكت،
ما عنده عليه أي دليل، ها كله كلام ساكت، تخش معاه وفي النهاية تتورط ساكت، وفي النهاية تقول يوم القيامة يا ريت لو أنا ما باريت الشيخ وما خشيت معه. طيب صفحة 69 قال: ومن كلامه لا يدخل الجنة أحد قبل أصحابنا إلا أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال الجنة دي ما بخش زول قبل التجانية إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ويس القرني أو الإمام مالك رضي الله عنه والإمام أحمد وأبو حنيفة وابن كثير، ديل كلهم بيجوا بعد التجانية. يا زول انت بتلعب علينا ولا شنو؟ هو بخش الجنة؟ خليك بتاني ان شاء الله اقول اخر واحد بخش، عنده دليل انه بخش؟ ربنا قال: فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لو ان مناديا نادى يوم الموقف يوم القيامة ان يا اهل الجنة ادخلوا الجنة الا رجل واحد، قال لظننت انه انا. شوف ابو بكر الصديق ده الاولياء الحقيقيين، لكن ولي يقول للناس تعالوا شوفوا انا ولي، مش كده. اديك لسه كلام طويل جدا، فهمت؟ صفحة 86 انا بس داير اختصر لك، والباقي ان شاء الله لو ربنا يسر المناظرة بيمرق في المناظرة. انا دارين انت عارف لو بقى في نقاش وكده الشعب السوداني ده بيعرف اسم الناس غاشينه، التلفزيون كله تلقاه عمك ذاك عمك الجن ضحك الكبير ده اسمه منو الاهبل ده؟ سيرجادور ولا اسمه منو؟ كاك هايل يا وايل وهايلة يا زعموطة، كله هوساي. الشعب السوداني ما مستفيد حاجة، ما عرف الحق، فهمت؟ انت بدل تفتح لي داك وتفتح لنا جارز غرزة ورشخور وفاطنة سجم رماد، افتح لنا عشان نوري الأمة دي، نوريهم انه التجانية قال شنو. الناس دي لو عرفت التوحيد الناس دي لو عرفت التوحيد ربنا سبحانه وتعالى بيرفعها. هنا صفحة 86 بيتكلم كلام عجيب جدا، ده أحمد التجاني قال: قدماي هاتان. أنا قلت لك الكتاب موجود في مكتبة دار العلوم من درمان البسطة. قال: قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى من أول نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وأما هو وإنما أراد بقولي إلى آخر كده، فهمت؟ قال القدم بتاعته دي على رقبة كل ولي من النفخ في الصور، من 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 شنو قال؟ من أول نشأة العالم إلى النفخ في الصور. ده أحمد التجاني عشان يجي يقول لك الناس ذي بيسيوا للأولياء، هسي اللي بيسيوا للأولياء منو؟ ربنا أمرك الأولياء تخط كراعك في رقبتهم؟ يا زول ده الأولياء ولا موتر ديل؟ أنت بتركب ساي أنت؟ عشان تعرف إنه الناس ذي بيلعبوا ساكت. وده الكلام ده نفسي كلامه ده ممكن تلقاه وقاله أحمد الطيب، يقول لك برضو أنا برضو الأولياء ماسكهم في يدي، وبرضو بتلقاه بتاع الطريق القادرية قال: ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. قال الذراع بتاعه دي فوق للسماء، وده جدعه فوق للسماء وتاني جابه من تحت بطن الحوت، يعني ماسك الكون مكربنه، وداك عافص الكون، وداك قابض الكون في يده، الكون ده في يد منه ذاته. عشان كده ربنا قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده كلام كثير جدا موجود في هذه الطرق البدعية الموجودة. وبعد ده يقول لك شرك ماف، شرك ماف كيف؟ ده يسموه شنو؟ ويقول لك نادي الأولياء قوماك نزاور، زي ما قال البرعي: الأولياء الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وده الآن الناس بيعتقدوا في الوداعية ست الودع، وبيعتقدوه في الرمالي، وبيعتقدوه في الفكي بتاع العروق، وبيعتقدوه في ناس كتار وبتاعين الزار وغيره من الممارسات الشركية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى كاهنا أو عرافا، كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف انت تجي لربنا سبحانه وتعالى بجميع المعاصي، بالزنا بالشرك بالزنا سوى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ربنا قد يغفر لك وقد يعذبك، ودي كبائر ذنوب. لكن لو جيت لربنا سبحانه وتعالى بالشرك بالله ربنا ما بيغفر لك. ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ربنا سبحانه وتعالى قال حاكيا قول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، قال:
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك يا أخواننا نحن دعوتنا للناس إنه الدعوة الناس تمسك في ربنا سبحانه وتعالى، لا تمسك في شيخ، لا تمسك في ولي، لا تمسك في زول، وإنما عليك أن تجعل قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى، وأن تطلب أمورك كلها من الله عز وجل. ما تمشي للقبب، ما تمشي للشيوخ، ما تمشي لستات الودع، ما تمشي للرمالين، ما تمشي للكذابين والدجالين والشيوخ، يربط داك ويفيق داك وديك ترمي لداك ودع، وده كله شرك بالله سبحانه وتعالى. وزول عنده عقيدة من العقائد الشركية، ده ما عنده أي أعمال، ما عنده أي صلاة، ورمضان قرب برضو ما عنده صيام. واحد يقول لك والله يا اليوم ده حر كده، ارفع عيدك، ارفع عيده تلقى فيها 13 حجاب، ده شنو ده يا زول؟ يقول لك طبعا دي بتحفظنا. وانت صايم؟ اي. اليوم حار؟ اي. امشي اضرب ماذا؟ ما عندك اي، والله ما عندك عمل. انت مش عندك حجاب معلقه؟ اضرب ماذا ساكت، ما عندك حجاب، ما عندك اي عمل صالح، ما عندك صيام، لانه ربنا قال انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. انت عطشان عشان الجنه، ما عندك اي جنه، فهمت؟ ربنا قال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك، عملك ده بيحبط ويبطل ويصير فاسدا، ثاني ما بكون عندك اي اعمال. عشان كده يا اخواننا اخطر قضيه هي قضيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. ان شاء الله الحلقه دي تتواصل، واي زول داير داير معانا نقاش ولا غيره نحن جاهزين، لكن يرتب قبل يعني الموعد عشان الناس نقدر نوريهم ونجي نكشف ونفضح منهج هذا المنهج الباطل، منهج الصوفية الذي نشر بين الناس العقائد الفاسدة، ونشر فيهم الطواف بالأضرحة، ونشر فيهم الوثنية، ونشر فيهم البدع والضلالات الرجبيات وغيرها. أنا قبل يومين كنت في العباسية هناك، أهلنا هناك لوري، قالوا ظهر بيان. أنت عارف البيان ده شنو؟ ما في زول مدفون، لكن بيجيك واحد عاطل من حيران الشيخ يقول لك أنا حلمت بالليل، شفت المحلة دي؟ بس يا هو جنب الكيس ده الشيخ كان راقد هنا، حلمت وحلم ساقط. الناس ماشيين 4 ساعات راكبين لوريين ونسوان، شارين معاهم خرفان وجداد وكده، وبلاوي كثيرة. يقول لك ماشيين الشيخ بين. يا ناس، ناس ما عندها موضوع. في هناك قبر اسمه راجل السبت، ده في الأبيض، والله جد. أنت عارف راجل السبت ده أصلا زول مدفون في الشمالية، لكن قالوا يوم السبت بشق الوطبة تحت، زول ميته، قال بشق بيمشي الأبيض. الدائرة جنة تمشي لراجل السبت، الدائرة تعرس نادت أبشرة، إن شاء الله راجل مرة، ما جاب لا راجل مرة تمشي لراجل السبت، فهمت؟ لعب الأمة إلا من رحم الله عقائدها ضايعة. عشان كده يا أخواننا الناس عليها أن تتمسك بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نواصل في الحلقة القادمة، جزاكم الله خير، السلام عليكم. وصية القحطاني. بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.